على بركة الله. السلام عليكم الإخوان المشاهدين وزوار قناة دمرين في الموقع العالمي اليوتيوب. نهار قنغدير جماعة نبني شيكارة نمسرقها كيج الأخ أكيج المواطن دا مغربي حارمض زي مجلس قام زي التشغيل زي ما يعرف الشومار ياك أخويا سعيد. مهم كاين الأخ سعيد حلاوي غنغي شارح ما يمي يتحارب نقع عني شتويا واحد الجنشان غادي يخدم ذي الشومار. خويا سعيد وزماس نتشارح هذه يعني الزوار المشاهدين الرأي العام يعني من دجي وقع انك كمجلس قانا المسؤولين دي القيادة البلجيكية يعني خليفة النقاية رمخو الداب هاي المشكلة كنا جيب الشيخ الخليفة النقاية السنة بني وناسي غنباب مالا العماسي ريخ شعال شعخ عان خدم غضاي استيفاني وغير خدم ذاك كان زينات شعال 15 يوم ريني وذان خدمنا خمس شهور ست شهور قاعدين حاليا خدمين قاعدين هذه السايح حتى ذاك كان زينات السايح يزيد يخدم هذا السايح يزيد يخدم هذا كان زينات بوكير ما غا تشن على شوط اسمه يستفد زوين واه وما تيشن على شوط تشن الشيخ الخليفه الخو ما غا الشيخ الخليفه نقيد وغاسن بو منظر نسن واه السين غاسيدي راه قاعدين حاليا حاليا هذا قاعدين خدمين خدمين ضاع معي مواضيع في هذاك كان زين ذاك شو ماس وماس اقوضاض اقوضاض الحسن يخدم ثمانية كان زينات لين اقوضاض سعيد عاود يجد يجدني يخدم ويجد يسجل ويخدم كل ذاك كان زينات عايد كوبرا ويخدم لين ليش تقني التصميم ولا يو هو يخدم من ذوين تكسن اكس بعد قد نجا الشيخ الخليفة ويوني روح جاني يجيني ويجيني هذا يزيد بعد قد ثمانية قياتيش شنسورة وني تيش نسوتي وني سجن وني سجن تيش نسيش عايشين التاثين فيني اللي بعد قد خليفة الشيخ ايش اي كان زين شحال خاص تخدم كان زين 107000 يعني 107000 زيد نكس 20 فرانك تغي مديني 90000 وزيادة وزيادة بعد لقيت خليفة الشيخ يا وني غير تسمى تسجل نياضة يقرز ماشي مشكل قرز شو أحسن عاون لا غالب وغاسيو أجي مي غايش وغاس مي زايس غالب على المغيوب استغلاني بوبريهن شو معنا الدولة لكن نويت تسمى وغا ومين غا تخدم ذني تايلا ما نيني خش شو معنا وغا ومين غا نخدم وغا نخدم ميت شو ميت تبلع أنا غالا فلام غانش حاليا غالي ثاثي حجاش تبعال خمسة وغا تسيري بغلال دولو حقش عامي كما قيم قيم غوالو في ذاك كان زينة ذي خدمة شهر 15 يوم سكن شحات عاد عاكم يني كيف يخدمة لقل حاليا نخدمة جيني لي ولا ست شهور سبع شهور قا خدمة بوكي ما غا تشن 8 يما مش كينا موش كي تسمى ما كينا بوكي وغا تشهو 8 وغالي من دزن روكشم شحال هم قناة كشم؟ 20 نرجو اسمونا جروبو يتقو قب اسمونا يصدر فاك فاك شاب مدين 105 خدامين في عام يعلون نسموه يزد 105000 الشيخ يشتري توقف سكون وقف يسمونا يزد 105000 يتويت الشيخ بعد قمت بالتخليفة يعني ذن ذي عيشين الفرنك يخصص تسوكش مزيكان زينة لا إما تسوكش التمزوات التسبيق نير أنا غلط صد صد أسوكش العيشين هناك يوا غي تسمى يين نغني انا واي خدم من شات سجل انت انتيش ناس عايشين عارف كني هو غي يخدم نعاود المهم وقت ما واش كنت واش السيدي مشى هاكش نشقات واحد من غاش عام اخو خدم غادي يستاهل هكا زين ديني ولاد هاكا ندخل ها حاليا نلقى خدم ديني خدم عندي عامه 8 9 10 كان زينات ديني ولاد خدمتين 5 شهور 6 شهور هاكا ندين ما غاديش القانوني تسمى بنادم وني غيخدم لي كان زين انا غيخدم كان زين خصو يخدم شاني كي ما راه فين القانون القانون تقد راسني هنا الشيخ الخليفه غير تقد دكا يعني ما راه وني خصنا اللي يخدم هذا ميز ما غادي يخدم هذه سي غادي غادي يخدم نعم سي تو تو تعالوا الناس تذبل نيني كومبارتي تقد بيني كولاس بيني وينات اقش ايش كمي زيد تحسين الخوص الحقر تحيز الخوص الحقر لا بزوايك وسير تغار طيب وسير تغار طيب إنايم وسير تغار زين عن ثنين إني رابح عقب الدراري عقب الظلال نابع لقي الواحد هو بيخشى ذي الناس ليت ويروح غاون جاي فوت خليفة يكفيت الصوات يكواليا غيجي ويجي الجدرة يما تموت بابا يموت فاني غاز واحد هدا نزنا غاسير مالي وحق خص السغمال وحق الإدارة ديال المواطنين غير واحد غال القيادة غال القيادة غال وخص السغمال خليفة من الدولة من المواطنين القيادة هي يكفيت الصوات يكواليا يوجوا إني يروح ما يخسدش مين غاز واحد شكلينا على القيادة واحد غينا يقيل عقب ديال الشرفة تخدمه ايوا الخوز شحال تقول واش تسيف ندخل الخو زيد السني خدمة خلافة كان زينات صافي عام عام كذا خش خدمة غير سيف كان زينات غير شريحة الجار 45 45 يوم هي خدمة غير عام يكمل 2022 45 يوم هاي النير دي عام يكمل
ديني ولا نخدم الخمس شهور ست شهور قاين عارف الدم ها قاين عارف عالي نخو قاين دين لي خدمن يسيفين رايحين ثلاثة كنزيلات خدمن ثلاثة اي سايحين خدمن ثلاثة رايحين قسيفين ثلاثة كنزيلات خونا هذا حل يتسماش كي ضبان خاك حقان شكي لو مواتش العيشين افرقنا مواتش عشرين الف مواتش غبوينا في دار اليوم يتسمى واتس قارة جاقر حقنش واتس قارة جاقر حقينو خاسا وغمال إيماء حقينو خاسا حمال إيماء شل حقينه ما عيشة غضاء وينه نعلق وله الخنف وله أخسف غمالي ما يو هو نزي العامل مين قاضي من هي العامل انتقيت من الثالي يسمى السلطة ضم قران دي الإقليم سلطة بعضين الشكاية في العند تاني تايش أخويا سهل في الشكاية بعضين العند نعي عينيني حق دي رابع عقب دي رابع إني قد أتكتك العامل أتكرى الوزارة السنير إني يتحارد غاضيس دائرة هو غابني شكا اسم الاستفسار حي ما تجاوب نخمانية جاوب نخمانية إني إصبح 15 يوم إني غا تسمين ديني يوان شاك 15 يوم ولكن شك ما غا الشيكي تخصد السن الجواب واني غا تخصد قادة سعر ما يغار خدم لا الشهر زو غا نحن خدم وشو أخصب الشاكي يجي يختبو كي قيم ضرور ومن غا تكسر الجواب غا تكسر الشاكي المروش قيم ضرور غا اسم الجواب إذا عزوز كتا عزوز الدور ذات خدم غا الدور غا نخدمو غا باش خدم المعضي ولانش المواطنين عزو ما يتغاش عيش خلال وينو هاي نيش وقت اسمش كواب جدو سيدة تفضح ذي الفاسد ذا عزوز خل مصلاحة مصلاحة ينو كمواطن مغربي مواطن شعزو ما يتغاش عيش خلال وينو نعلق غاري ذي حنجان تبغى تدش خمسة واجو وانا خدم واجو وغاي صغير باغيو يمين دش نندي العمل ان نشق هذا نلقى العمل ان يسوى 15 يوم تنزل وجو غالقي واش ننجا واش نار تخدم وهذا اني والو مشكلة الإخوة لقوم طوري متسماني عشان مش تسقاني من هي الخوة تسماني حوق رأيك هو ذم سوارو أنجيش الاستنكار ديش إدانا ومانايا مانايا توقع لأن زي مانايا خصنا ما نقصة توقع شاب خاصة نجيو دانا نغ القطاع وليتا القطاع يجنون قطاع ضعيف نسوق الشمارة ونسوق شن الموارد ضعيفة جدا مران الموارد الضعيفة دي سنت الفساد الإداري المالي خلني نتفل دان السوق داخل كاريا نشي نبدأ نقار كموت تبعين نقى بأنه الأجرة اللي سنت تشن في 15 يوم 107 ألف ثاني تش ديجن فضيحة إهانة سجل إجن إهانة إجن ورث الكرامة للمواطن سجل خد الدولة أنه بلاد ما يخدم 15 يوم سجل 107 ألف أنت 107 ألف خدمت باش تبقى ذي النهار توي ذي النهار نغد كنا ذي الدول يحسن ماشي هو السي ورشا ما هي نغد المقارنة غا كنا ولكن على الأقل بلاد نغد سديها ب 20 ألف 25 ألف باش هذيك باش هذه احتوى المطالب الحياة الناس اللي الأسرة تما غدا خروة أما مركا توسعت لمجرد توسعت شوية تتفضي خصيش 50-60 ألف فرنك إلنا من يقاني وذانا ذي الشكاية الناس نشين كمتتبعين السنين معروف من يخدم الزيز ذي الإدارات يعني شكتو غتواري تقبل شكتو غتواري تغن السوار خاسة يقارش ذاني تيش يقارش يخير بين الناس ويقبل إلا من رغب في أفراد عائلتهما ومعارفهما وأشخاص آخرين بأية وسيلة من الوسائل المعروفة طبيعة الحال بين الوسائل المعروفة تغدي جارة وقعت الأحداث أنه مش سقانة خليفة نرقاية ذني الشيوخ نقوة الدم بتزن مش سقانة الشمارة باش أسن أسن أخذ صن يجن مبلغ مالي معين كيس نستفد منه اللي ميزي الوضعية اللي مانا يطغط معروف بالنسبة للحقرة نشان يجن يتساور شنو الحكومة المساعد يتساور حق الناس نغي يدفع نغي تاري يوار الحقرة فمعروفة وقت الجنشة دي يخدم ذلك وقت الجنشة دي يخدم تصفل كيس حسابات ثم للمجلس قال القضية يعني يقار عود تاني المعارف نشد من يطغون وكبي ذلك شد الجماعة أنه مارو اللي غي تكشو غي من عشان المسؤولية أدي يازخ فاميليا الناس أقد إني غي وذان خد من واسجن واخد من شاد خد جصل وسكيا يني جنخ مسؤولين مانايا
من هي مار معروف ومن قاني ودنا بانه قد تخجصنا عايشين هنا في افريقيا من هي مفروغ الزيت تسمى وارث والنقاش لا يناقش لان تض الوظيفه غير خاصها غير مقدم الشيخ الولاد هو الابتزاز المواطن هذا الزيت يجبد الثمانيه باي طريقه ذي القطاعات مار بغض النظر من هي الشماره حتى ذي التعمير حتى ذي الشواغد الوثائق كلشي تسمصان ديس المواطن بمعنى ان ذي 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 الدولية المواطنين تخجص الفاكتورة ذي كوش ماني ما يروح يقصد يخدس فاكتورة وإلا ويتكشاني واستكشاني مروى على مروى الوقع عقصص بسجن العراقي لذلك وفي نفس الوقت غير وضع اجتماعي لان هذه المنطقه نعرف ملايا يوز دواني منهارت يوز دواني ملايا الشمارق يوز دواني الشمارق شين سنة السبعينات من يوز دواني ولا عن فرونتير يجي المعالجه اللي وضع معين وضع اجتماعي معين جلس يجي معالجه يعني باش شنو غادي لنا فظيعه للكرم المواطن خصنا نحتوان باش نسقى المواطنين اللي تواخد من ديال المريش الخدمتي تو وين جلس الشماري تما يجوا سرهير يجي واقع ضروره ما في العيون تما يجي الحل ترقيعي فظيع بالنسبه للحاله الاجتماعيه نيودان ماشي تعيش لكم زوج مش تعيش لكم ثم الفظيع بالناحيه مش ناجي الكرامه الانسان يتعارض كليا القوانين الدوليه الحقوق الكونيه للمواطنين يتعارض كليا ثم سعيد ربما يحرق شغل التفاصيل المنايا الشمرة لكن ما باش نسنشين هو انه العدد من الشمرة يخدمن مقابل تسمى العدد الساكنة دي الجماعة الاستشار دي جن كارثة النمط لماذا مين زين العدد النيوذاني يحوج في الجماعة ربما يتعدى 5000 زمان السوق 5000 لكن مي غنا الواقع الشمالي انت في 300 مريا التسقع انت في 300 واحد يخدم طريقيا التناوب وتجيب واحد من مار مارجي التناوب وخزارة ثوم سعيد ينش بانه قد التناوب ني تيران دايس الى درجه انه ذي مجموعه الشمالي المواطنين الشمالي خدم من 45 يوم يعني ثلاثة كنزينات كقانوني كيف الإدارة ثم يتعيح عام يكمل لكن في نفس الوقت قد يودن استفادن مادين التمييز استفادن ستلعوبات تلعوبات يتوقي عن وانت تقن تلعوبات ني تقن ترى مقدم نيرد الشيخ نيرد جيمس قول لنا أقا السلطة أقا ممثل السلطة قصني جيمس ذلك تشمل الكرنسيور للنقب منا بأنه قل أجرة فظيعة 107 عارف في 15 ايام فظيعه ثم شكت صور فوق 107 عارف اني غتنفق عليك بنادم يا اي حميك وذحش 300 وذحش يعني كيما ذحش تسمى بكل صراحه ما عليك الخو السيده ناقص سعيد حلوي قارش عليك غادر الجنه نخدم 107 عارف فرانك وقارش زعما الخو تواش خدم 45 يوم ديال العام تقريبا شي 10 شهر ملي 10 شهر مزيان وخدم له وشاف خاص العدد ني التمييز ديالو بقيت من كارثه طلق ياك وما انايا قد تعمدت باش الله اعلم هذا مرة غنب بنادم ديال تسمى كشار سجن الطريقه فظيعه غتصيو من غير الدرجه وغادي نفهموا ما انايا خصديت ما انايا الشكا متتبعين كمجتمع مدني يعني الدكور دار المجتمع المدني اخويا عاشو المجتمع المدني في بلجيكا يعني السنين وذانا اللي وقعت المشكله المجتمع المدني دقة غشوة يجي قاع غائب خل مشي واخا غادي ندي اورش ديال المجتمع المدني بعض الجمعيات ديال اورش قال نفس الترافيك يخص قال انزبراني نفس الترافيك يخص صورهم متر سعيد كاين تنني تنس خدمنا اي ما تنسش زريغ يودان دي جمعيه افاق خدمن دي اورش نيدني واحد تسقع سجلن وريس ما سجلن قلتكم ثم قين فاميليانس يمكن فاميليان سن دي وقافين دوينات انا راه يخدم من حق ولا حتى المواطن ولكن قرخو المشكل يقارش قوا خدمه لا بحال ما نضر تسمشى يا النشق يا وقف تقنا وقف رخو اوقف اني خدمت ضغط وكان زين النط ويتبدل انا واقف غير نقولني ما يمي غنت على القراءه لان وقفني يخدم سي السلطه يخصك تقن باستمرار وتبدل شنو واخا باش تقن الرئاسه ديال الجزائر مثلا وشقش ديال الرئيس ما ديال الحي
ما يمي لان خرج قيمزي النيوه لان خدم ذات المصالح السلطه داوي بدات اوقع في النيوه يخدم كي اثر هذاك كان زينه صافي نورمال ما خصها يبدا انت دابا يجي يوقف في النار تي تري مدين خرج قيمزي اللي باش يشتغل لان صافي غاس العلاقه فوق السلطه يعقب خف المسائل يخدم تيسق وانا نهضر مفرغ اذا خصها ديني لا باش خويا عاشوا المجتمع المدني انا ننتقل زي المجتمع المدني غنخرج روست والمجتمع المدني غنغي جمعوا نتيجه الاطار قناه الجماعه المحل ليس المنتخبين الدور نسن الجماعه المجلس الجماعه على الرئيس الجماعه ذي منايا نفس الشيء اي وذا نينا غيس بدن خرخ خدمت في حين انه اشنو سعيد حلا هو مال نحسي النموذج نس انت مخصوص لانه غيت وحسب الشارط الحدودي وغيت تورد تغيت بروفي الشارط ذي الحدود الوهميه ذي مريت نهارا وايو في للحدود الوهميه نفس الشيء بالنسبه للمجلس المجلس يتخلق الاعوار نص تماما خاصة انه مسائل هنا المجلس ربما يعتقد بانه قد تواصل بوش من ناحيه وغازل بوش ولكن من ناحيه القانونيه ولكن من ناحيه النغنيت يخص الاقتصاد يترافع يخص يفرض يخص يفرض يخص كتعرفوا كمرافعه يخص يترافع نغشق مش صح القضيه يا الشماره نغضي العدد الماره اللي غش يخص يبنت بيمي يخصص معالجة جذرية لأنه مني إهانة والتلاعب لتقن إهانة أكبر فهمت لأنه إذا مش نغادينا تعالج ديج وضعية معينة طارئة من لعب الحدود وهكذا والبدائل تسد نهار الشمارة ولا في نفس الوقت يوقع التلاعب ونتج ديج التلاعب ديال حياة النيودة ذي التمسك الأسري ويتهدد مني التلاعب تهدد نتكوش حتى ولا مش اسقان اسر انفارتا كنت حنجال انفارتا كنت ضيع انت ولا ماش تغوري وتغيرين يعني التبعات من التلاعبات كن التلاعبات تسمى تبعات خطيره خاص العلاقه ما كان هروب الجماعه ديال البحار غادي يوقع التفكيك الاسري غادي يوقع ولات مش اسقان المجتمع ديالي يخرب غادي يوقع الهجره غادي يوقع كلشي غادي يوقع الهضر المدرسي كلشي غادي يوقع من زيت التلاعبات لذلك وذا نتقد تلاعبات هذه الإدارة غنغديكاش يخص هذه سيمانة بعين الاعتبار لأنه مانيا خطير والسلطة اللي في جنس النجم من يغض القضاء يخص يدخل لي مانيا لأنه مانيا غاس تبعات خطيرة لهنا تغير نقود عايشين رفقا ولكن واني مانيا إني قد إنيش المسائل خطيرة يخص العالج بالنسبة للمجلس يخص يتكاد يبدا يترفع مانيا لأنه ثاني جت الفرصة مادام قريب نعاد مادام ذي غاس الصراع هذا الفرصة ما يخسر كم اجا شنو يا خويا عاشوا على المجلس ديال الرئاسه من دي هذا المواطنين تابعين للمجلس قبل السلطه واه اوتوماتيك وين ديك المجلس ديال المواطن اين المجلس خاص يترفع وثاني تجر الفرصه ترى خاصني السيف عاشوا انني شد التعليق اننا شنو المجلس الجماعي بني شيكا غيخدم الخدمه المسيرها يتقل الاقاله غير المرشح واني ولا من يده ايوا ولا هني غادي يجي الغلط فعلا وشنو واقع شي فشان المهم بصفه عامه شكون شي عجب شنو شي كلمه سعيد حلاوي الكلمه الاخيره ملي غاش خويا سعيد توغا غاوم ديال نجم المرشح ناني توغا غاوم شنو المرشح ولكن ملي وليت شايت مثلك ملي وليت الجماعه عيد كي كون شنو الدور شنو المجهود شنو وينه الشيء يا سيدي من شاينين الشيء المرشحين وقت شاينين والو وايدي بعوالو والو وايدي قاضي نجقع والو غادي يقع اخمو غادي يقع حد غائب غادي والو وغادي والو وغادي والو غادي نوكت سوق غادي نوكت قلم كنيو ماري والي اش الدائره ماري والي اذا ماري والي وهدادون صدق انت لعوبات والو ماشي كبير العشوائي السلطه المحليه في القطاع الشمالي اذا مهددون سكوشي مهددون الامراض مهددون الوفيات مهددون التشرد مهددين سكوشي كنيو اذا نتي جا السلطه قد تغير سلقه التيرع ولكن قبل يا خطير سرق انت مس خطير جدا من عدم العمل سيدي عندك 5 6 7 8 نيولان وخدمان ديال الشماله هادي حنا وكبرى غادي يسدي كبرى دو حدا فارقنا كيسد مينش غاخوات ماشي السيفش كعم ماشي شي السيف السيف فهمت دوك نزيد السيف فهمت دوك نزيد وماس وين تخريت وين تعزيزيت وين 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 تفهم المهم يتا من دوني لي زريكشن دوني لي زريكشن هو غادي نشوفو وعاود قنديني سحس قنديني قنديني غاش 5 4 انا 5 ينا سنخري لا توا خدمن يجيزن واخدمن شا اي بونتاري ني تحت كبرى عند لازم كبرى
فارق العكيس ملي غادي تشاش العايشين خرجوا عايشين بيا جنتي انا اللي فارق انت نايز الخليب هذا الشيء اش قايل بعد الشماري اخو هو سجلن باش يجيني سمني واري هنا خلينا نسني الحاج الناغليت خدمنا حتى المخدرات تعسن الشواطئ خبحاره ثقيل ديال الليل ربدا تعسن في موشن الحساسه اللي مفترقه الطرق اسم قاشي ما تمرقني بريد مثلا بريد يديه كود سيزمز كتران هو اللي تيشطح بزاف ربدا قد انت في 3 4 نيودان تفات في المحسوب انت في الشماره ما انت في الشماره يخدم القطعه عند الشماره لكن الوظيفه نسي خدم جوج الوظيفه النغنيت لا علاقه بالشماره سموخ ديات الوينات والهدف ملايين وتجيبوا الدوله تما زي التخطيط الدوله ديك نزيد تخطيط السلطه المحليه هذا باش المسؤولين اسم الشارع نجي القانون واحد المصالح الشخصيه نسنيتني ماني اني غير تما خدام شماري خدام في المصلحه الشخصيه لانه الدوله ما خصها تحارب المخدرات قد تتسن من الغوض وغاس الاجهزه قرا غاس الفرقه الوطنيه غاس المراقبه التراب الوطني غاس كلش فهمت مين خصها اجداني بالنسبه للقطاع الشماري ونتا وانه ديني وذان توظفي السلطه كشماره كشماره لكن اثنين ماشي شني غمزوات دير كل الخدمات باش تقال لا علاقه بالشماره ثم الوظيفه نسن قنزريت نهار نيت نروح نصور نهار نيت الوظيفه نسن دكرت لنا سطحيه قدرني تيش مجموعه باش نزرع هاد مجموعه المناطق السوداء بالنسبه للنفايات لكن هنا متقل خنهنس عدون دواء عدون تختصن نج فارض شويه خوبري دمو تجن المعقول يتجن غادي اخر بين النفايات الوينات وان دواء تنشا ما عدل البانطايا و عدل البانطايا زوق نوا واخد منش يعني بمعنى ذاني تيش ما خصها ورد ذا غياب تام التخطيط غادي نقولش التخطيط ولا شنو هذه العشوائيه العشوائيه قالت روح ديالي انا مو سعدو دين الوقت خوبري دمو فارض شويه برسيل الاخوان ولكن خمي غتسجد شكا غير نوري دين 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 خبري تسجد دين تفضي عما وشان تفضي عما صوفر هذا يعني انه السلطه المحليه تدير هذه القطع عن الشمال وتجيب وتخدم القطع عن الشمال باش هذا وضل عشان الاهداف معينه الشمال غير الهدف نسمي يعني الهدف نسمي هو غادي نقل المجال البيئي يجن التنقيات كامله تامه لانه تو غادي نجم التراكم النفايات قرا نقضي النهار ديال الشمال باش خاص قضى بالعكس انت في ماني نروح انت في نقطة السوداء مازال قاين الدنيا هذا يعني انه تسير القيادة تسير فاشل يعني معاني استغلال وانتهازية فقط لا غير وغسر دجن هدف قاع والواقع يشهد على ذلك اخويا سعيد كلمة ثانية قالوا مين تخصص السنة ديال العام؟ كاش تعطي السلطة انا يكش انا يكش حقينو اشهر ما غنخدم انا يعني غنخدم شقايد تعيانو في اقرب وقت اقرب وقت غادي ثاني حجات ما واخدم واتسيري بوني حجار واجي مغشم يا عزو انا مش فاهم لك مسؤوليين هنا غير من عند معار شوف او بالمناسبه يوغداني غيزار بيدي ويا اوقر اوقر يدعم وما تنقص سعيد في دعم سكت ولا ماش سقال ما قدكيش الوضع اقتصادي اجتماعي ونهار انت ولكن انت كتا مسكين كيجي الوضع اقتصادي عيان وني خصنا تعاون في سبيل الله تعاون غادي نجي نمر التليفون القانوني